خلينا نروح بقى يا شاذلي من الاخبار اللي حصلت امبارح للاخبار اللي هتحصل النهارده. النهارده هيتم اطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادره رئيس الجمهوريه حياه كريمه للكشف والعلاج مجانا لاهالي محافظه الشرقيه ومحافظه الوادي الجديد. كمان من ضمن الاخبار اللي هتحصل النهارده، مكتبه القاهره الكبرى هتستضيف عدد من ورش العمل البيئيه ضمن فعاليات مبادره المليون شاب متطوع للتكيف المناخي والتنميه المستدامه. النهارده كمان هتنطلق فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بمتحف الطفل من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 3 العصر، وهتستمر لمده يومين. كمان من ضمن الاخبار اللي هتحصل النهارده، هيتم قطع الكهرباء عن بعض المناطق في مدينه راس البر بدمياط، منها منطقه المطافي ومدينه الروضه وجزء من عزبه الصعيده. الكهرباء تقطع من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 12 الظهر، وده لاعمال الصيانه.